مرحبا. هلا، كيف حالك؟ والله الحمد لله. ليش اليوم انتو لابسين زي بعض؟ والله احنا اخوي، وقررنا انه خلص طلعنا احنا لفه وطشه وقررنا نلبسنا زي بعض، يعني اخوي. اها، عرفوا عن نفسك. اسمي تاكو سلامانكا. اسمك تاكو؟ تاكو سلامانكا. ما شاء الله. شو اسمك؟ ماركو سلامانكا. شو اسمك؟ لالو سلام. لالو سلامانكا. لالو. بس تعرضت لمواقف يعني وانتوا لابسين هيك لبس حلو؟ اسمع، اقول لك الصراحه، انا جاي من المكسيك على طول، يعني نزلنا على عمان بهاي اللبسات. وخلص عشان هيك. عشان هيك. والله هدول هيك ملوا هيك عشان هيك. والله كله نفس الشيء. بنيجي احنا بطقم واحد عيل سلامانكا. والله مش كان بمزح. لازم يبكوا نفس اللبس ده. يعني هسه من عادات وتقاليد عائلة سليمانكا انه بتكونوا انتوا لابسين نفس الاشي. طب بحال واحد مثلا لبس شورت اسود مثلا، شو بصير؟ بقطع له رقبته. ايه والله، هاي عادات وتقاليد وين؟ في المكسيك. مش كان بمزح. الله.